الجزء دوت هنتدرب على مجموعة من الأسئلة، وشكل الأسئلة بيكون عامل إزاي، اجتياز اختبار برنامج الورد في رخصة القيادة الدولية المعروفة باسم ICDA. عندي ده الشكل بيبقى ظاهر، السؤال في الأسفل، في عندي submit إرسال، لو أنا متأكد من الإجابة بضغط submit، في skip بأجله لبعد كده، في عندي end exam لو أنا عايز أقفل الاختبار خالص ويا ريت محدش يجي ناحية الاختيار ده أو الزوار. نشوف أول سؤال. open the word processing application and open the file called test32.docx. يعني لغاية هنا هو عايزني أفتح ملف عنده باسم test32 عن طريق فتح برنامج وورد بروسيسنج. خلاص، عشان أفتح برنامج الوورد بضغط على start all program، اختار مايكروسوفت اوفيس، بيفتح منها مجموعة البرامج الخاصة بمايكروسوفت اوفيس. أنا عايز مايكروسوفت وورد، خلاص هضغط على مايكروسوفت وورد، فتح لي برنامج الوورد بالشكل ده. لحد هنا أنا ما خلصتش السؤال، هو عايز نفتح ملف معين جواه. يبقى أنا في الحالة ديت يعني هفتح ملف محفوظ على الجهاز عن طريق قائمة فايل، أختار open. طيب هو بيقول لي from، يعني بيحدد لي مكان الملف فين، موجود في المسار ده سي يوزر ICDL document work file module 3 sample test، يعني هو موجود في الفولدر على البارتيشن سي في الفولدر يوزرز الى اخر المسار. طيب انا فتحت من اول open، فتح لي الشكل ده. طبعا الدوكيومنتس طبيعي تبقى موجوده على السي. طيب انا هنا بعد دوكيومنتس في المسار عندي work file، فين work files؟ اقوم ضغط عليه. طيب بعده مديول 3، اقوم ضغط على مديول 3، بعد كده سيمبل تيست 32، وادي اسم الملف لو ظهر قدامي بحدده، وبعدها بختار اوبن. لغاية هنا انا خلصت السؤال، لكن لسه في جزئية من السؤال ما ينفعش اروح اضغط سبميت. لو ضغطت سبميت في الحالة ديت مش هاخد درجة السؤال كاملة. طيب نشوف بقية السؤال، بيقول لي سيف ذا دوكيومنت، الملف اللي اتفتح دوت، از هيل ووكينج دوت دوك، يعني عايزني احفظ الملف ده بدل ما هو اسمه تيست 32، لا ده عايزني احفظه بالاسم الجديد ده. تمام، فايل، طالما حفظ باسم جديد يبقى سيف از. باجي هنا طالما انه قال لي حفظ بالاسم فقط وما اتكلمش على التايب ولا اتكلم على مكان الحفظ، يبقى هسيب باقي اختيارات زي ما هي، انا هغير بس الفايل نيم، واخد بالي من النقطه هنا، الاتش سمول اكتبها سمول، في حرف كابيتال اكتبه كابيتال، وبعد كده بضغط سيف، وبعدها خلصت السؤال واتاكدت من الاجابه، بقوم ضاغط سبميت. ده بالنسبه لاول سؤال، بيجي لي السؤال اللي بعده مباشره. طيب نشوف السؤال اللي بعده. open the file called، افتح الملف اللي اسمه memorandum.docs from your drive. لغايه هنا انا ممكن اعمل الخطوه دي، فايل اوبن، تمام، الملف موجود عندي جاهز، تمام، اضغط عليه واضغط اوبن. لحد هنا انا عملت الجزء ده من السؤال، from your drive and save the file as word template، يعني عايزني احفظ ده كورد تمبلت، يعني زي ما احنا بنقول كده ايه، كاسطمبه جاهزه على برنامج الوورد. في الحاله دي كولد، وده يكون اسمه فايل، بعد كده هقول له سيف از. هنا انا عندي التايب وورد دوكيومنت، لا انا هغير دي واخليها وورد تمبلت، دي خطوه، والاسم اللي قال لي عليه هكتبه في الفايل نيم، حرف كابيتال يتكتب كابيتال، سمول يتكتب سمول، your drive، ماشي، ونضغط save. بعد كده قال لي save and close any open files and close the word processing application، يعني عايزني اقفل، احفظ واقفل جميع ملفات الوورد اللي موجوده عندي. ادي فايل، تمام، في عندي هنا هضغط
exit عشان اخرج، وبعد كده بضغط submit. رجع هنا قال لي apply the folder docs. السؤال الثاني عايز عملية apply the folder docs that is located in your document as default location for saving. يعني هو عايز الفولدر اللي اسمه docs ده يبقى هو ده مكان الحفظ الافتراضي للملفات. طيب انا عارف انا بجيب منين مكان الحفظ الافتراضي، فايل، بعدها هختار اوبشن، بعد كده هختار سيف من اوبشن، هنا ديفولت فايل لوكيشن، ادي هنا مكان الحفظ الافتراضي هو عامله ديكومنتس. لا انا عايز اغير ده واخليه دوكس. ادي الملف هو ظهر لي. اوكي طيب، وبعد كده هنضغط اوكي فور سيفنج اند اوبننج ديكومنتس تو ذس ابلكيشن. بعد كده بنضغط سبميت عشان نرسل الاجابه. طيب نيجي بعد كده بيقول لي change the default username for this application to D. يعني اسم المستخدم للابلكيشن ده عايز يغيره. تمام، برضه من فايل اوبشنز عندي اليوزر نيم هنا اهو، الاي سي دي ال دي هغيرها للاسم اللي هو عايزه، وبراعي حاله الاحرف، وبعد كده اقول له اوكي، بعد كده submit. السؤال اللي بعده بيقول use microsoft word help to access information on format painter. عايزني استخدم المساعد ان انا اجيب معلومات عن فورمات painter. ممكن استخدم الاداة ديت او ممكن اجيبها من قائمة file في عندي help، وبستخدم منها microsoft office help، وببدأ اكتب هنا اللي هو عايز يبحث عنه او الموضوع اللي عايز يجيب معلومات عنه، بعد كده سيرش، وبعدها بضغط submit. switch to the other open document. هو دلوقتي فاتح اتنين document، عايز يتنقل للدوكيمنت التاني اللي اسمه mission statement. ده الدوكيمنت الحالي اسمه minutes. طيب انا عايز اعمل switch. switch دي كنت بجيبها من قائمة view، وبعد كده switch windows بضغط عليها واجيب ميجن اللي هو المقال اللي هو طالبه، وبعد كده اقول له submit. طيب بيقول لي هنا change the view، غير مظهر mode for this document to web layout. عايز يغير مظهر او شكل العرض دوت الى العرض المسمى web layout. طيب view، انا عندي اكتر من عرض، draft، اوتلاين، ويب لاي اوت، فول سكرين، على حسب ما هو عايز. هو عايز الويب لاي اوت، خلاص اضغط على الويب لاي اوت، وبعد كده اقوم ضغط سبمت. طيب ان ذيس دوكيومنت مينتس، في الملف اللي قدامي، ملف الوورد اللي قدامي اللي اسمه مينتس، ابلاي 90% زوم. طيب جميل جدا. فرضا انا مش فاكر زوم موجوده فين في اي تاب من دول، ما فيهاش حاجه لو انا اضغط على التاب ديت لغايه ما اوصل لاداه زوم وانا في الامتحان. انا جيت هنا فتحت ادي اداه الزوم، بعد كده انا بعدل دي، هو عايز 90%، اذا كانت 90% موجوده في دول ماشي، مش موجوده خلاص انا هعدل دي اخليها 90%، بعدها اقول له اوكي، وبعد كده بضغط سبمت. In this paragraph select only the second sentence. عايزني احدد الجملة الثانية اللي هي بدأ بكلمة our products. طبعا اي جملة بتنتهي ب full stop، بعد كده بشوف الجملة اللي بعدها. ادي اول full stop قابلني، عنده بعد كده الجملة دي بدأ من our products لحد كلمة cost. يبقى انا هقوم احدد الجزء ده كده كده، انا عملت اللي هو عايزه، بقوم ضغط submit. select the entire documents، عايزني اختار كل اللي موجود جوه الدوكيومنتس. هنا من select واختار select all، وبعد كده بختار submit. select all يعني بيختار جميع ما هو داخل الايه الدوكيومنت، بعدها اقول له submit. in this paragraph beginning، الباراجراف اللي بادئ this is one، remove the letter s of the word consideration.
ممكن حد يجي يدور الباراجراف دوت، هدور على كلمة consideration، دورت مش لاقي يمكن consideration في الباراجراف. ساعتها ممكن واحد يشك ان في خطأ في السؤال، لكن لا، في اتنين باراجراف، في باراجراف تاني بادئ ب this is one. ناخد بالنا من النقطة دي، ممكن تبقى في الامتحان. في الباراجراف التاني اهوت في عندي كلمة consideration، هو عايز يمسح الاس. ان انا بحدد حرف الاس وبعد كده بعمل له ديليت او باك سبيس من لوحة المفاتيح، وبعد كده اقوم ضاغط سبمت. بيقول لي هنا تايب ذا فورم تكست انتو ذا ديكيومنت، يعني عايزني اكتب نفس التكست ده هنا، بكتبه زي ما هو بنفس حالة الأحرف، كابيتال كابيتال سمول سمول، ما بغيرش في أي حرف، ما بكتبش حرف خطأ. وبعد كده أقوم ضاغط سبمت. بيقول لي طيب this text it shouldn't contain just predications after the sentence because of this. يعني هو عايزني أكتب الجملة دي بعد جملة because of this in the third paragraph، حدد لي هي مكانها فين في الباراجراف الثالث. هندور في ثالث باراجراف على because of this، because of this. هنبدأ نكتب الجملة الجديدة، هو عايز بعد نهاية جملة because of this. كتبنا الجملة الجديدة برضو من راية حالة الأحرف، وهو كاتب هنا full stop فبكتبها برضو، وبعد كده أقوم ضاغط submit. شوف السؤال اللي بعده، will in this in the paragraph beginning this is the practice edit the text land to read terrain. في باراجراف عندي بادئ ب this is practice. This practice الباراجراف الأولاني هو عايزني أعدل النص اللي اسمه land أو الكلمة اللي اسمها land to read train. تمام، أحدد الكلمة وبعد كده ببدأ أطبع الكلمة الجديدة بنفس حالة الأحرف، بعد كده بضغط submit. السؤال اللي بعده بيقول لي change the color of the heading هيل ووكينج، عايز يغير لون العنوان to a color of your choice، لأي لون من اختيارك. يعني أحدد العنوان دوت وهبدأ أغير اللون بتاعه، أي اختيار هنا يبقى صح لأنه هو محددش اللون، أيا كان color of your choice، وبعدها أقول له صبر. لكن لو حدد اسم لون معين لا، لازم التزم باللون اللي انا change the color of the heading العنوان دوت to a color of your choice. كاد يكون نفس السؤال ايا كان الاختيار، واكد اقول له submit. change the color of the paragraph beginning with the idea of using، يعني عايز اغير لون الباراجراف بالكامل to a color of your choice. يبقى انا هحدد الباراجراف ده بالكامل من اوله لاخره، ونفس القصة برضو بغير اللون ايا كان، بعدها بنضغط submit. بيقول لي هنا apply times new roman font، يعني عايزني اطبق نوع الخط اللي اسمه times new roman font to the paragraph beginning as with all. فين الباراجراف اللي بادئ as with all؟ هحدد الباراجراف بالكامل، وادي هنا نوع الخط بجيبه من هنا، ادي نوع الخط اللي هو طالبه بنحدده، وبعد كده هنضغط submit. طيب بيقول لي هنا select the paragraph beginning as with all، عايز نختار الباراجراف اللي بادئ as with all. احنا كده عملنا select للباراجراف. and change the font size، عايز نغير الحجم الى 14. أداة الحجم هنا هي، وبختار 14. ممكن حد يزود من هنا مفيش مشكلة، الاثنين صح لغاية ما يوصل لرقم 14. طبعا بضغط على 14 وأقول له submit. طيب in the paragraph beginning this is one،
underline the word consideration، يعني عايز يعمل خط أسفل كلمة consideration. هنشوف الباراجراف this is one، فين كلمة consideration؟ ما كانتش موجودة في الباراجراف. طيب هنشوف في الباراجراف الثاني، ادي كلمة consideration اهي، عايز اعمل لها underline، ادي أداة الأندرلاين، وبعد كده اقول له صف. In the paragraph beginning it was adapted، it was adapted، ادي الباراجراف اللي هو بيتكلم عليه. Make the word duck of Beaufort bold، يعني عايز يطبق bold على الكلمة دي، يبقى انا هحدد الكلمة ديت وادي الأداة bold وانضغط عليها، وبعد كده اقول له submit. use the formatting option that would make the selected text look like this. هو هنا كتب العبارة ديت وعايز يعمل اللي هي علامة الدرجة بالشكل ده، ما تنفعش، وعايزها بنفس الشكل اللي موجود في السؤال دي، نفس فكرة الأس والمعادلات الكيميائية. ادي هنا الأداة اللي هتعملها لي، انضغط عليها طالما ان هو محددها خلاص، بعدها اقوم ضغط submit. change the heading planning to sentence case، عايز يغير ال heading planning to sentence case. طيب انا بحدد ال planning، انا عندي ال case من تبقى من هنا، ممكن يختار sentence lower case upper case ايا كان، انا بقى عارف انا بجيب الاداة منين. أقول له صح. change the case of the sentence new، أدي هنا الجملة نفس الأداة، عايز يغيرها إلى sentence case، وبعدها أقول له submit. the above graphic has just been pasted into the document. use the undo command to reverse this action، يعني هو عمل بيست للصورة ديت وعايز يتراجع في الخطوة دي. خلاص أنا عندي أداة التراجع فوق هنا اهي، فأقوم ضاغط عليها، كده عمل أداة التراجع وأنا كده نفذت المطلوب في السؤال. صفر. طيب بقول هنا center align the heading badminton located at the top of the document، عايز يغير محاذاة النص ده والعنوان دوت بحيث ان هو يبقى في السنتر. خلاص انا هضغط عليه، وعندي على او اداة السنتر هنا هي، ونضغط عليها، وبعد كده هنضغط submit. align the selected text so both edge are straight، يعني عايز يخلي النص دوت الحواف بتاعته مستقيمة، هنا من البداية الحواف مستقيمة، اما النهاية مش كل السطور قصاد بعض. Note, don't make any other change، يعني ما عملش مسافات او عمل انتر او حاجه. طيب يعني عايز يعمل من الاخر justify للايه؟ للباراجراف. هو خلاص عامل select للباراجراف، ما ارجعش انا اعمل select. اقوم ضغط على الاداه اللي هتنفذ لي المطلوب من السؤال، وبعد كده اقول له submit. change this selected paragraph to be coordinator on the two sides، نفس معنى السؤال اللي فات، عايز برضو حواف الباراجراف تبقى متساوية، نفس الأداة. يبقى احنا عارفين ايه الفرق بين المعنى ده، الاسم ده والاسم ده. apply bullets to the text near the bottom of the page from when shuttle lands to when a player touches، يعني هو عايز يعمل علامات تنقيط لمجموعة السطور دي. طيب انا اعلم السطور دي، هو عايز بوليتس، خلاص يبقى انا هروح على أداة البوليتس، ما اروحش على اي أداة تانية، أداة تانية اسمها نمبر. طيب وبعدها اقول له submit. apply automatic number to this to the list option from numbers to water، عندي الليسته اللي بدأ بهمس وانتهت بوتر، عايز يعمل لها بس هنا عايز يعمل نمبر ارقام. فين البدايه في هومبس؟ انا عايز من اول هومبس هنا لغايه ووتر، فهحط
احددها، طبعا احدد الضغط مع السحب، وبعد كده النمبر اهوت، وبعد كده اقول له سبمت. ريموف ذا اكزيستنج بولتس اند ابلاي نمبرنج فور يور تشويس. يعني عايز يشيل البولتس ديت ويحط نمبر من اختياره. خلاص انا ساعتها بحدد الجزء اللي عايز يعدله، وبعد كده هروح مباشرة على أداة النمبر، مجرد ما أضغط عليها هو هيقوم شايل البولتس وحاطط النمبر، وبعدها أقول له سبمت. طيب ريموف ذا ليست نمبرينج فروم ذا سيلكتد تكست ان ذا أباف ديكومنت. عايز يشيل الليست نمبرينج، خلاص أنا هو دلوقتي مظللها أو محددها، ما أروحش أحدد تاني. خلاص يبقى في الحالة دي أقوم ضاغط على أداة النمبرينج، هيقوم شايل الترقيم اللي هو حاطه، وبعدها أقول له سبمت. apply box border to the selected text. هو عايز يعمل border لل selected text. في اكتر من مكان ممكن اجيب منه البوردر، يعني ممكن من الاداه دي بضغط سهم واختار border من اخر الاداه، وممكن من السهم ده هيفتح لي المربع الحواري مباشره. الاثنين صح. فتحت انا البوردر، هو عايز box border للباراجراف. خلاص انا مختار الباراجراف، ادي البوكس border اهو، اضغط عليه أعلمه، بعدها أوكي، بعدها سبمت. عايز يعمل أبلاي للسمك ده من البوكس بوردر اللي هو 2.25 and shading for your choice to the paragraph beginning the relay point. يعني عايز يعمل إطار له اللي هو البوكس بوردر يكون سمكه 2.5 ويعمل له عملية شادينج. إحنا الأول هنحدد الباراجراف اللي بادئ بريلاي بوينت. ادي الجراف اهوت، بعد ما نحدده نعمل البوردر، او مش شرط التحديد، ممكن نضغط بالمؤشر في بدايه الباراجراف. طيب هنا احدد البوكس، هنا احدد السمك اللي هو عايزه، وعايز 2.25 اهو. بعد كده هاجي على شيدنج، هنا شيدنج فيور تشويز، شيدنج من اختياره. خلاص انا اختار اي لون طالما ان هو قال لي your choice. خلاص بعدها بضغط اوكي، وبعد كده بضغط submit. طيب نيجي بعد كده display the non printing characters in this documents. بيقول لي في بيبقى يظهر مع اداة تحدد اماكن ضغط مسافة او اماكن ضغط انتر، ودي ما بتطبعش. اللي يحدد لي او يوضح النقطة دي هي الاداة اللي موجودة في tab home، هي الاداة دي توضح نون برينتينج كاركترز. نقول سبمت. ابلاي سنجل لاين سبيسنج تو ذا باراجراف بيجيننج ات واز ادابتد. يعني عايز يعمل سنجل لاين سبيسنج، مسافه بين السطور تبقى سنجل لاين للباراجراف اللي بادئ ب ات واز ادابتد. حدد الباراجراف، مجرد ضغط هنا يقوم محدد الباراجراف، وبعد هنا بعد كده اجيب السنج، ممكن اجيبها من الاداه دي مباشره، وممكن اجيبها برضو من الزرار ده. الاثنين صح. هنا ما طبت هغير دي، هخليها سنجل، وبعد كده اقول له اوكي سبمت.